مصالح بلدية البياضة سخرت عدد من المراكز على مستوى هذه البلدية، وفرت قاعات مكيفة وكذلك فيها الماء البارد لفائدة طلبة ضيوف بلدية البياضة من أجل الراحة. مصالح بلدية البياضة أيضا وفرت 10 طباخين وكذلك مطعم للطبخ على مستوى مركز بكاري الطيب. قمنا وبحمد الله بتوزيع 700 وجبة يومية لفائدة المترشحين الأحرار ضيوف بلدية البياضة. سهرت الجمعيات والأفواج الكشفية المساهمة والمنسقة معنا في هذا العمل على توزيعها واحتضان وكذلك التسيير عملية تقديم هذه الوجبات الغذائية المتنوعة التي قدمناها لضيوف بلدية البياضة. بصفتي أحد مترشحي البكالوريا أحرار وبصفتي من بلدية الرقيبة أشكر كل المؤطرين على هذه المبادرة الطيبة، وليست بغريبة على الأستاذ عازب الشيخ والكشافة الإسلامية وبلدية البياضة، وهذه مبادرة مشكورين عليها وبارك الله فيهم ياسر ياسر، وخاصة فوج الحياة، فوج الكشافة الإسلامية، فوج الحياة نشكرهم على المبادرة هذه، نسات وكفين ليل ونهار بارك الله فيهم. كان بدورهم قادة الفتيان والجوالة والكشاف متقدم، كانوا في من أول يوم تقديم الماء والبارد والحلويات والمشروبات الباردة، وسائر الأيام في قضية الإطعام وتجهيز الأقسام على هذه الروح التكاثف والتي منها تقوي المجتمع تاعنا وتحسس على المبادرات الطيبة. نشكرهم ثاني على حسن الضيافة في الاستقبال في الأكل في حتى حبيت نشكر ثاني أصحاب السيارات بلدية البياضة، حتى يشوفونا فايتين في الطريق يهزونا بارك الله فيهم وربي ثبت أجر الناس كل الجو المناسب والملائم لخدمة وراحة لتلاميذ البكالوريا من قاعات مكيفة من أقسام من غذاء وأكل، وحقيقة مشكورين مأجورين على هذه المبادرة الطيبة. رانا قائمين من قبل هذا الامتحان بحوالي يومين، ونحن في اجتماعات تنسيقية مع جميع الفعاليات ومع لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية البياضة. رانا قائمين على قدم وساق حتى يكون ضيوف البياضة في أحسن حال. نشكر سكان بلدية البياضة، خاصة سكان بلدية البياضة، على التوفير من إطعام، إيواء، سكن، نوم، غذاء. كل هذا من أجل راحة ضيوف بلدية البياضة، كل هذا من أجل نقل صورة إيجابية عن هذه البلدية المضيفة. فكل الشكر لكل المساهمين معنا في هذا العمل الخير التطوعي لفائدة طلبة البكالوريا، متمنين النجاح لهم. فقط نشير أن هذه الحملة في جنود خفاء قاموا بدعمنا، خاصة من النساء ربات البيوت الذين قدموا لنا وجبات مساهمة معنا في هذا الفعل وهذه المبادرة التطوعية.